سؤالنا يقول ماذا يسمى صغير الضفدع؟ ولو هذا بعيد عن اختصاصك تمام، بس هو سؤال عام يعني اعتقد انه مار اي صغير الضفدع اتصور اسمه هو اسم يضحك ايه غضان فار يعني ما اعرف يعني ايش اسمه هسه انا حتى اذا اريد اطي خيارات اطي من قلبي وبعدين الاعلام معتاد اعلامية لازم والله كان ببالي يعني بس يعني زين انطيك خيارات؟ نعم شرحوف لو شرغوف لو برغوف والله خوش خيارات انطيت طبعا خيارات من عندي يمكن شرحوف يعني الصورة والواحد صح اجابتك صحيحة باراني يعني الخيارات اللي طيت هي مو ناجحة لهذا السبب وعرف الجواب صحيح لو مار عليك وتذكرته لا مار علي تدي احنا بالدراسة بالأحياء والتطبيق تدي احنا يعني كنت علمي فابتدي بأحياء والتطبيق يمر على هاي يعني الكائنات الحية وكائنات تدري زي. البرمائية والحيوان تدي يمر علينا شلون بعض الفصول من الدراسة تدي زين شنو اسم حضرتك ما عرفنا؟ رياض عامر رياض تشرفنا رياض فزت ويانا بجائزة مقدمة من مطعم سر ألف مبروك